كمان يوم اجى سؤالين قبل ما نبدا، عم يقول ما هو الواجب في غسل اليدين اثناء الوضوء؟ غسل اليدين اثناء الوضوء ما هو الواجب فيها؟ الواجب هو الدلك، ان يدلك يديه ويبلغ اليد كاملة. لما بده يغسل يده اليمنى مثلا او اليسرى، اكثر الناس بعد ما نزلت المي من المرفق معناتها تبلغ، هذا لازم كله يتبلغ، نص العضلة من وراء ومن قدام هذا كله لازم يتبلغ. فإذا ما تبلغ الصلاة غير صحيحة، تكون صلاته باطلة. بده يبلغ المي حتى تصل إلى نص العضلة من وراء ومن قدام مع الدلك، خاصة هلأ في الشتاء يكون المرفق ناشف، إذا كان صب المي ما بيتبلغ، فالصلاة ما تكون صحيحة ما لم يدلك ويبلغ حتى تكون الصلاة صحيحة. فالدلك في مذهب الإمام مالك فرض، مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه سنة، فلازم يدلك حتى يبلغ المي كليا بكل إيده اليمين واليسرى. قال الله تعالى اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، المرفق هذا لحتى يتبلغ بدنا نبلغ فوق منه حتى يتبلغ، إذا ما بلغ فوق منه ما بس يصل مي له، بده يتبلغ لفوق لحتى يتبلغ المرفق. وقالوا في ذلك ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلا يتم واجب غسل المرفق إلا لحتى تغسل اللي فوق منه، فهذا يكون الوضوء بذلك صحيح. هذا غسل اليدين في الوضوء، واجب غسل اليدين في الوضوء. السؤال الثاني كيفية السجود ووضع الجبهة على الأرض. كذلك السجود، إذا منفتش المصلين منلاقي بالـ180 من المصلين صلاة باطلة، وقد ورد هذا في حديث في آخر الزمان يجتمع في المسجد 200 مصلي ولا تقبل صلاة واحد منهم. السبب ما له متحقق بأحكام الصلاة. لما بده يسجد الإنسان بده يجعل الجبهة والأنف مع بعض البعض، الأنف من فوق ما رأس الأنف، هذا اللي بيسمون مارين من هون، والجبهة بده يكون سجدة واحدة. أما إذا سجد على الجبهة ورفع مناخيره صلاته مكروهة تحريما، وإذا حط الأنف ورفع الجبهة الصلاة باطلة، بتكون باطلة. فبده يجمع التنتين سوا. قال عليه الصلاة والسلام أمرت بالسجود على 7 أعظم، الكفين 2 والركبتين 2 4 وأصابع الرجلين 2 6 والجبهة مع الأنف 1، صاروا 7. 7 بده يكونوا على الأرض، فلو رفع واحد منهم تكون الصلاة مكروهة تحريما. أو أصابع الرجلين في السجود، في البعض بيرفعهم في السجود أو بيحطهم بهالشكل على أفاهم، فالصلاة هذه باطلة. لو صليت 10 سنين صلاتك باطلة إذا حطيت أصابعك على أفاهم. بالسجود بدهن يكون الأصابع على رؤوس الأصابع وتتنيهم شوي، هذا السجود. فأكثر الناس لما بيقعد بين السجدتين بيقعد بحط إجرتينه فوق بعضهم، بيسجد السجدة الثانية بيخلي إجرتينه فوق بعضهم، فهي الصلاة باطلة بتكون. لابد من وضع أصابع الرجلين على الأرض ونتنيهم شوي، هذا هي الصلاة الصحيحة. أما صلى وأصابعه
حاططهم بهالشكل أو حاططهم هيك فالصلاة غير صحيحة. من نفهم نقول له أخي صلاتك بدك تعيدها لأنه هي الصلاة مو صحيحة، أصابعك ما جايين على الأرض. بقول لك والله أصابيعي بيجعوني، بدي طالع حيلة إنه ما حط أصابيعه إنه أصابيعي بيجعوني. لو كان ماشي بالطريق وقع منه شيء ليرة سوري بيطخي بياخدها ولا لا؟ ما بتصح أصابيعه يوميتها ما بتجعه ساعتها لأنه في مصاري. أما في العبادة حتى يبين حاله أنه هو يعني فهمان، أصابع الرجلين لازم تكون متصلة بالأرض ومنحنية، هذه الصلاة صحيحة، وإلا فالصلاة تكون غير صحيحة سواء رفع الجبهة أو رفع الأصابع أصابع الرجلين فتكون الصلاة غير صحيحة. الله عز وجل يتقبل منا ومنكم.